بنادم تيكون خدام وقال لك تيدخلوا مثال عليه، وهادشي راه تيخلع صراحه. واش نمشيو حنا خدامين وحنا خايفانين؟ الواحد يترزق الله رمضان هذا، راه عام راه الواحد بحوايجو. بنادم مسكين كاين اللي عليه التيكات، كاين اللي عليه. وصنبغي نقول بان القطاعات كاملين رجعوا للحياه ديالهم الطبيعيه، يعني عاملين لهم الثمانيه، وحنايا يعني ما كاين حتى حاجه حتى حل. يعني والواحد يبقى يخمم يقول نخدم سري احسن ما يموت بالجوع. كل واحد مسكين شنو مشى يعمل، ها اللي مشى يخدم عساس، ها اللي مشى يبيع، ها اللي يعمل رغايف، ها اللي يعمل، كل واحد شنو يعمل صراحه. خرجت قرار هي فكروا حنايا فينا هذا القطاع ديال العراسات يخموا فيه شي ام عاد رمضان داخل من شنو ناكلوا في رمضان. السلام عليكم، معكم عبد الحق نجم نجوم تي هادشي الحفلات والاعراس، وبغيت نهضر على قطاع الحفلات لان الدار دابا عام وحنا جالسين وما عرفناش شنو كاين. تنوصل الرسالة ديالي لصاحب الجلالة نصره الله، يعني باش شي حل صراحة بأن رعينا صافي. وعاد هادشي اللي تنسمعو راه تيخلع دابا، هادشي اللي تنسمعو بأن بنادم تيكون خدام وقال لك تيدخلوا مثال عليه، وهادشي راه تيخلع صراحة. واش نمشيو حنا خدامين وحنا خايفانين؟ شي ما بقيناش نفهمو والو صراحة. تنتمنى زعما يكون شي حل بحال اللي عاملين القهاوي في الثمانية، حتى حنا يعملوا لنا في الثمانية، فهمتي؟ يعني في الديور الناس يعملوا 50 دناس 60 دناس، يعني باش الواحد يترزق الله رمضان هذا، راه عام راه الواحد بحوايجو. بنادم مسكين كاين اللي عليه التيكات، كاين اللي عليه صراحه. يعني حنا ماشي مجرمين ولا شي حاجه، حنا تنطلبوا الخدمه. وصنبغي نقول بان القطاعات كاملين رجعوا للحياه ديالهم الطبيعيه، يعني عاملين لهم الثمانيه، وحنايا يعني ما كاين حتى حاجه حتى حل. يعني تحل واش نمشيو نخدموا سريا؟ خايفانين نمشيو نخدموا ونخلصوا اكثر من داك الثمن اللي نشبروا؟ يعني والواحد يبقى يخمم يقول نخدم سري احسن ما يموت بالجوع. رجعنا بحال اللي مدلولين صراحه، تتحس براسك بحال اللي مدلول، بحال اللي عامل شي جريمه، بحال اللي عامل شي جريمه. بمثال اللي تدخل الشارع تجبر قهاوي، تجبر ترامبيات، كلشي زعما صراحه خدام. حنايا الاسواق عامرين، احنا ما تنطلبوش العوس كبير، تنطلبوا 50 دناس، يعني خمسه طبالي في الديور، وحتى سبعه ونص، سبعه نسالي والغدا والعواشر هذه داخله. يعني راه الناس ما نقولكش فين وصلت، ما راه حنا هضرنا في شهر 8 فين وصلنا، ما دابا فين نكون وصلنا؟ ما بقاتش الا عطم دابا، رجعت شي حاجه زايده. يعني الله يعدلها وصافي. انا الخدمه ديالي الهزه، تنعمل هزه ديال العرايس واستقبال، ويعني خدامين معايا الناس بزاف. خدامين معايا 16 دراري و8 دنقاقف، 16 اسره خدامه معايا، يعني 16 د الاولاد مزوجين وعندي 8 دنقاقف، راه عاده تبارك الله. لا هذه هي الخدمه اللي تنعرفو، ما عندناش شي خدمه اخرى، وهذه الخدمه اللي عندنا راه 15 عام ماشي كل واحد مسكين شنو مشى يعمل، ها اللي مشى يخدم عساس، ها اللي مشى يبيع، ها اللي يعمل رغايف، ها اللي يعمل، كل واحد شنو يعمل صراحه. وتنبغي نقول حنايا القرارات الحكومه على راسنا، يعني اي حاجه قالوا لنا تنعملوها. يعني في الحجر الصحي حنا اللي عملنا صراحه، ما في الثمانيه تنكونوا في ديورنا كمامه، ولكن خصنا شي واحد اللي تيخرج قرار هي فكروا حنايا فينا هذا القطاع ديال العراسات يخموا فيه. وبغيت نوضح بان هذا القطاع ديال العراسات راه خدام فيه كل شيء، يعني من مالي الخضره، من مالي بحال مولاده، مال الخوز، بانيدريه، تدقك تدقك راه فتاع مضرور، لانه هو بيدو تيخدم مع هذا القطاع ديال الحفلات. يعني هذا القطاع ديال الحفلات راه هز نفس دم المغرب، نص دم المغرب، باش الناس يفهموا. ما يقولوش قطاع الحفلات يعني كاعراس، يعني هي يعني عرس حفله وصافي، لا خصك تشوف شني في الكواليس، شني في الكواليس. الحل والله ما عرفته الصراحه، الحل باقي ما عارفينش حنايا، ما قالوا لنا حتى حاجه، يعني حتى حاجه ما تتفرح. ما عرفنا واش شهر خم يا شهر خمسه وشهر سته، واش نخدموا في الصيف، واش يعني صراحه ما باقي ما عرفنا والو. تنطلبوا زعما شي واحد يقول لنا شني كاين، او لا يعملوا لنا حتى السبعه د العشيه، حتى السبعة. يعني شي ام عاد رمضان داخل، من شنو ناكلوا في رمضان؟ يعني هاد الناس شنو تعمل في رمضان؟ اللي كان عندنا مشى، يعني كريدي تبعنا، لا حول ولا قوة الا بالله وصافي، الله يعدله. وتنطلب زعما الحكومة ديالنا، وزعما حنا تنحترموا الرأي ديالها وهي على راسنا، وزعما تعملنا اي شي حل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.